بسم الله الرحمن الرحيم، معكم نونا الحرفه من قناه على المطبخ. النهارده هنعمل صدور الفراخ الرستو المدخنه زي ما احنا شايفين كده قدامنا، ومعاها الصوص الجميل اللي قدامنا ده. شايفين شكلها؟ شايفين جمالها؟ شايفين مستويه ازاي؟ ما شاء الله عليها. تعال شوف احنا عملنا الاكله الجميله دي ازاي. يعني أكل ما فيش أسهل ولا أبسط من كده. تعال نشوف عملناها إزاي. معنا هنا صدور فراخ، وطبعا هنشيل منها الحتة اللي هي الفليتو دي، هنقطعها كده، وطبعا هنعملها معاها. يعني احنا مش هنشيلها ولا كده، هنعملها برضو مع الإيه، مع صدور الرستو بتاعتنا. اهو هنشيل منها كلها الحته اللي هي اللي احنا بنقول عليها الفليتو دي، وهنتبلها برضو زيها، وهنعملها برضو معاها اهي. اكله جميله وسهله، وولادك هيفرحوا بيها وهيشكروكي عليها. دلوقتي هنعمل التتبيله بتاعتها اهي. معلقه من البابريكا، ومعلقة من الثوم البودر، ومعنا كبابة صيني، ومعنا بهارات مشاوي، ومعنا فلفل أصفر. وطبعا هتظبطي الملح، والملح ده على حسب الرغبة وزي ما انت عايزة. اهو هنقلب بقى البهارات دي كده على بعضيها. وهتظبطي بقى الملح بتاعك، وهنتبل صدور الفراخ بتاعتنا اللي احنا هنعملها. معنا هنا الفراخ بتاعتنا اهي، وهنرش بقى التوابل بتاعتنا كده، وهندعكها بيها عشان خاطر تمتزج. يعني الفراخ بتاعتنا كلها تشرب من الايه، من التوابل بتاعتنا، او زي ما احنا شايفين كده. هيبقى طعمها في منتهى الروعة، في منتهى الجمال. اهو زي ما انت شايفه تبلناها من الناحيه دي، من كل ناحيه، من الجنبين يعني اهي. وطبعا هنتبل برضو الاجزاء اللي احنا شلناها من الصدور البانيه بتاعتنا. طاسة على النار هنا، وفيها مكعبين من الزبدة ومعلقتين من الزيت، وهنسخنهم كويس قوي على النار، لان احنا هنحط الفراخ بتاعتنا نحمرها، ومش عايزينها تنزل المية بتاعتها عشان ما تنشفش، وتبقى معانا طرية وجوسي، ما تبقاش ناشفة، وتستوي معانا بمنتهى السهولة. اهو حطناها بمجرد ما الزبدة والزيت بتاعنا سخنوا، ونزلنا بقى بصدور الفراخ اهي زي ما انت شايفة اهي. وطبعا اول ما بتتحمر على الوش ده بنقلبها على الوش التاني. ما تقلبهاش طبعا لما تكوني متأكدة انها ايه اتحمرت، يعني ايه تسيبيها تاخد راحتها في التحمير، لان احنا طبعا مش هنحمرها تاني. والله في ناس بتكتفي ان هي بقى بتحمرها كده على النار وخلاص. احنا بقى هنحط لها مزيج الخضار اللي قدامنا ده، اللي هو عبارة عن جزر، فلفل الوان، وبصل، وبقية طبعا التوابل اللي اتبقت مننا هنحطها على الخضار بتاعنا، وهنقلبها كويس قوي. والخضار بتاعنا ده هو اللي هنعمل منه الصوص اللي هيتحط مع الفراخ الرستو، الصدور الرستو. اهو زي ما انت شايفة، بصي اتحمرت من الجنبين اهو، شايفة من كل جنب
ولازم تكوني متأكدة انها اتحمرت من الناحيتين قبل ما تحطي عليها الخضار. احنا بقى بنحطها مع الخضار عشان تستوي كده وتبقى دايبة، ما تبقاش معاكي ناشفة مجلدة، لا هي كده هتستوي. وطبعا حطينا بقى الحتة اللي هي الفليتو اللي بتبقى موجودة في الصدور برضو معاه، وحمرناها برضو زيها، ونزلنا بعد كده بالخضار بتاعنا اهو ما شاء الله عليه، يستوي بقى مع الخضار مع الفراخ مع الصدور، صدور الفراخ اللي احنا عاملينها يعني. وبعد كده هننزل عليها بكوباية مية سخنة بتغلي، ولازم المية بتاعتك تكون سخنة وبتغلي، يعني تكون مية مغلية. وهنسيبها بقى على النار تاخد وتدي مع بعضها لغاية الفراخ بتاعتنا ما تستوي. وطبعا انت بتشوفيها بالخلة كده بتدخليها فيها بتعرفي اذا كانت استوت من قلبها من جوه ولا لا، وبعد كده بتطفي عليها. وبعد كده هوريكي هنعمل ايه. اهي معانا اهي ما شاء الله عليها، طلعنا الصدور بتاعتنا مستوية وجميلة ومحمرة، وبرضو الحتت اللي هي الفليتو دي عملناها برضو. وبعد كده خدنا بقى الخضار اللي كان بيستوي مع الصدور بتاعتنا وحطيناه في الكبة بتاعتنا اهي زي ما انت شايفة، وهنضرب كل ده وهيديكي احلى صوص ممكن تاكليه مع صدور الفراخ. وهنحط له بقى طبعا هنحط له دبس رمان، وهنحط له كاتشب، وهنحط صوص الباربيكيو عشان يدينا النكهة بتاعت المشاوي. اهو حطينا كاتشب وحطينا دبس رمان وحطينا صوص الباربيكيو، وطبعا هتظبطي بقى الملح بتاعك، وهنقلب كل ده مع بعضه وهيديكي احلى صوص ممكن تاكليه، طعمه في منتهى الروعة في منتهى الجمال. وزي ما احنا شايفين الاكلة بتاعتنا ما خدتش في ايدينا وقت خالص، اكلة بسيطة وسهلة وسريعة، ولما تروحي تاكليها في المحلات بتدفعي فيها فلوس قد كده، وهي ما فيش ابسط من كده، وممكن تعمليها وتفرحي بيها اولادك وكأنك بتاكلي بره. اهو زي ما احنا شايفين طلع في منتهى الروعة في منتهى الجمال. وشوفي برضو هوريكي اهي قدامك، شوفي دايبة ازاي، بصي شوفي شايفة من الجنبين عاملة ازاي مستوية ازاي اهي، اكلة في منتهى الجمال وفي منتهى الروعة وبألف هنا وشفا.